بحيث شكرا على العرض اللي قدم مختصر مقتضب المسؤول على سوق السمك. فعلا هذا السوق يعاني مجموعه من الاكراهات. هذا السوق غير اللي تجدر الاشاره كما يعلمه الجميع تصرفت عليه ما يناهز 4 الملايير وتكلف وكلف واحد المساله اخرى. الناس كنشكروا المسؤولين اللي كانوا انذاك وحيدوا هذا السوق السمك لمدن اخرى وجابوه لهنا. اذا هذا اضافه. حينما نتكلم عن المدير ما بقاش، اذا هذا للاسف اننا في تدني وتراجع في هذا كاين ديغراداسيون على صعيد التازة. حنا نتمنى كيف حال السياحه، حال ما عندنا مندوب ما عندنا. اذا هذه اضافه اخرى اللي خصنا نترافعوا عليها وطنيا. من هذا الباب كنطلب الاخوان الساده البرلمانيين باش نمشيو نترافعوا عليها. سوق السمك الاشكاليه اللي كاينه الرئيس هو اولا خص عبر باش ننميو هذه المداخيل خص عبر المدخل الشرقي والمغربي والمدخل نتاع مكناسة الشرقية تكون عندنا علاقة تشاركية مع رجال السلطة رجال الدرك. خصهم يوقفوا تما ويثبتوا هاد الأوراق الثبوتية اللي هضر عليها المسؤول ونعرفوا أولا هاد السمك منين جاي. واللي ما عندوش أوراق ثبوتية كما جاري في مجموعة من المدن يحجز على البضاعة ويحجز على النقيلة. اكثر من هذا الشيء الا بغينا ننميوه خصنا واحد المساله اخرى ان الاسماك التي تروج خصها تدخل للسوق وتندار لها الدلاله وتخرج. هذا باش يتنمى. ناهيك عن ذلك خصنا اصدار قرار بلدي. هذا القرار البلدي يتعلق بالعقوبات الخاص بهذا بيع الاسماك كما هو معمول به في سوق الخضر. تكلموا الاخوان هو تفعيل هذه لجان المراقبه. وكاين واحد المساله اخرى هو ذاك لا كوميسيون ميكست اللي كان كيتراسها السيد العامل ومع الجماعه المحليه راه ما بقاتش خصها ترجع. راه هذيك اللي كتعطي الهيبه نتاع المراقبه. اذا حتى لا اطيل باش نخلي الكلام الفرصه للاخوان يتكلموا. انا كنظن هاد الاكراهات وهاد المعيقات اللي تكلم عليها الاخ اللي جا مثل المندوبيه وشكرا. وهنا كما قلت انا لهنا كنحمل المسؤوليه كامله للسلطه لان السلطه خصها تتحرك هنايا وخصها السوق هذا يشجع المنافسه. راه لا يعقل انا هنا كنلقى هذا الولاية تاع نجدة كتكون تهرب التجار جمعيه البيئه والتنميه ما يقولوش سوق الجمله ما كتدخلش للسوق. علاش؟ اذا ملي كتاخذ هذا الحوت هذا كتاخذ هذا السيل هذا اللي محتكر تازا ويدير فيه حنا نخليو كنشوفو كتفرجو فيه نخليوه يدير ما بغا. هادشي راه غير معقول. راه خصنا واحد الخطوه خص خطوه الدار وماشي نبقاو ساكتين وندوزو هاد الملف هذا كيف ما دازو الملفات الاخرين ونفس الشيء فقط غنهضرو نهضرو في التالي وليو نقولو نشوفو لجنه ونخليو دوره اخرى والى غير ذلك. راه خصنا حل جذري. راه خصنا نقطعو مع هاد الافعال هادي كامله كيف ما بغات تكون خصنا نقطعو معاها. إلا كان هذا الشخص هذا ومعروف إذا خصنا نمشيو لعندو نيشان ونفتحوا المجال المستثمرين يجيو. لا يقال الحوسي مقرضة لنا هنايا وحنا كناكلوا الحوت بين قوسين معفون وسمحوا لي على هذه الكلمة هذه وكناكلوه مرة واحدة في الأسبوع وبالثمن اللي بغاو هما. في حين أنك كتكون في فاس مثلا في فاس كتلقى الحوت كيتباع ب 20 درهم كتجي لهنا كتلقاه كيتباع ب 50 درهم على مسافه ديال 120 كيلومتر. علاش؟ ورغم اننا حنا قرابين. هاد التساؤلات هادي كلها راه خصنا عليها اجابه وما كنطلبوش الاجابه غير من الجماعه كلشي غنحملوا للجماعه. هنا راه كنحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى للسلطه وشكرا. ديم وانا غادي نقول بالدارجه واحد القضيه. هذا ملف غريق قديم جديد وخصنا نقولوا التوازن الحقيقه. هذا ملف غريق ديال الحوت. إلا خاص دار شي لجنة ديال تقصي الحقائق ونمشيو فيها أبو دار في الحوت. لا يعقل أن سوق جملة جاب مبادرة وتمويل خارجي ومبادرة وما إلى ذلك ونموذجي وتقريبا من أحسن البنايات الموجودة في المدينة ورا من 2012 راه زيرو درهم ما كيدخل الجامعة والو. ديفيسيتير بالعكس. راه والو ما كيدخل والو. اذا
كما قالت الاخت لبنى، حنا كنعرفوش اللوبيات اللي مسيطره على سوق السمك، ولا تخفى على احد. انا ساكن في واحد الحومه اللي تقريبا فيها اكبر سوق حالي عشوائي ديال الحوت في القدس. كل الاصدقاء ديالي الحواته وكنعرف كل شيء. الا مشيتي للدخله ديال السبت كتلقى لي فورغون، ما كاين لا ثلاجه لا والو لا كذا. مع الخمسة الصباح سير نهار السبت نوريك البلايص سير تشوف فين كاين. هذه واحد الدجور راه السير دوان اتى على ذكر ما ذكرته سابقا، هي المساله اللي وقعات في في في, في الجانب ديال سوق الجمله هاد اليومين هذه. بما معناه انه الا غادي نمشيو للماده، وانا هذه المساله ديال الساده النواب والساده اعضاء المجلس تناقش معاهم منذ بدايه الولايه، كان عندهم حماس انه يفتحوا هذا الميل. انا كنظن انه انا الاوان باش يتفتح هذا الميل. انا بدوري ما غاديش نطول، انا غادي نكون مقتضب. انا تنقول غادي خصنا نكونوا نامنوا بواحد الحاجه بعدا، هي اولا ان السمك خصو يكون في وجبه، خص يكونوا على الاقل وجبتين في السيمانه يعني في الاسبوع لاي مواطن. هذا الصحه العالميه يعني تتوصي بها، على الاقل خصو يكون انسان عادي خصو ياكل وجبتين ديال السمك في الاسبوع، والاطفال خصهم ثلاثه الوجبات في الاسبوع. اطفال حنا حاليا ولينا اللي ما عندوش شي واحد يجيب له الحوت من برا راه ما ناكلوش الحوت. عندنا اختيار، يا ناكلوا الكونجولي يا ناكلوا الحوت ديال واحد المستوى. راه الحوت ما تيوليش طعام، تيولي كارثه، تيولي ولا يخلق لك تسمم، ولا يخلق لك. دابا الناس الاغلبيه ديال التسممات اللي عندها في التازة سبب من الحوت. كون واقعيين، لذلك حنا خصنا نلقاو شي حل لهذ المدينه. واش عباد الله حنا تازة اقرب من المدن الشاطئيه اللي كاينه في المغرب، والمغرب تبارك الله عنده ثروه سمكاتيه ولا المحيط قداش البحر الابيض المتوسط، وحنا ما تناكلوش الحوت. وفاس بنا ما نمشيو لفاس اكلوا فيها الحوت احسن من تازة، علاش حنا هنا؟ علاش حنا محرومين؟ ثاني حاجه السيد الرئيس ما غاديش نطول، المارشي سونترال راه خصو توا شي حل. راه هاد البنايات هي تهدم وتعاود، يا خصو ان اميناجمون اديكوا ديالها، يعيب وعار تبقى هذاك البنايه هكاك. وشكرا. شكرا لك اللي تحتي لي الفرصه باش نكلي لك التصريح فيما يخص الدوره ديال ان شاء الله الرحمن الرحيم. الدوره اللي كانت دابا دوره فبراير ديال المجلس اللي ضمت 22 نقطه في اطار جلستين منها تقديم البرنامج ديال العمل ديال الجماعه ديال لمده ديال متبقيه من ولايه 22-27، ومنها مشاريع مهمه بزاف ونقاش مستفيض حول واحد مجموعه ديال الامور اللي مهمه بزاف، منها عاوتاني الاعتماد ديال سميتو ديال يعني نوعا ما التخصيص ديال الفائض والبرمجه ديالو، الفائض ديال الميزانيه ديال سنه 2022، ومجموعه واحد المجموعه ديال المستجدات ديال المواطنين، المتطلبات ديال المواطنين، وواحد المواضيع ذات صله وذات اهميه، وخاصه فيما يتعلق بتدبير سوق الخضر والفواكه والسماك والمجازير، وذلك في افق تخفيض من الاثمان، مساهمه في تخفيض الاثمان اللي كتشتعل، اللي عرفتوها راه اليوم مشتعله بالضبط، اللي ناتج عنها في الحقيقه عده عوامل، منها السوق الدوليه، ومنها الحرب في اوكرانيا، ومنها التضخم اللي كيعرفوا واحد مجموعه الامور، والمساهمه من الجامعه باش يمكننا نخفضوا على المواطن شويه ما يمكن له تخفيضه، خاصه حنا على اعتاب رمضان الكريم بان نخفضوا شويه، وذلك باش نزيدوا في العرض ديال الوفرة والمراقبه ديال الاسواق، لا من ناحيه الكم ولا من ناحيه الجوده ديال الاسواق، وبالتالي باش يمكننا نخفوا شويه من هذه الوطاه ديال على حساب المواطن، على التكلفه والقدره الشرائيه ديال المواطن. وشكرا جزيلا لك.